بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضرتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن الفيروس تجعد أوراق الطماطم أو الكرتعة اللي بيسموها الفلاحين عندنا في مصر. الفيروس ده هو يا جماعة، رغم أن الطماطم متصاب بالكثير من الفيروسات، إلا أن يظل فيروس تجعد أوراق الطماطم عقبة قدام المزارع والفلاح بتاع الطماطم. فالفيروس بتاع الطماطم ده هو طبعا بتيجي على القمة النامية كده هو، وتلاقيها كلها ابتدت تكرتع أو تكرمش، يحصل لها كرمشة مع اصفرار لون النبات، بيكون ظاهر بوضوح جدا على القمة النامية زي الصورة اللي قدام حضرتك دهيا. تمام، زي الصورة اللي قدام حضرتك دهيا. ده إذا شفت الصورة دي والمنظر ده هو، اعرف بدون أدنى شك إنك حصل عندك إصابة فيروسية. الإصابة الفيروسية المصادر بتاعت العدوى بتاعتها إيه يا جماعة؟ قد تكون الإصابة من البذور، قد تكون الإصابة من البذور، ودي صعبة جدا تحصل. ليه؟ مش صعبة ان هي تيجي عن طريق البذور، لا، الصعوبة في ان الشركات بتاعة البذور اساسا طبعا بيدوروا على سمعتهم، وان هم بيكون عندهم كنترول جامد جدا جدا على الإصابة الفيروسية، وبيبقى عندهم فريق مدرب، فصعب جدا ان هي تجي لك في البذور. قد تكون الإصابة بسبب المشتل اللي حضرتك محضن فيه. الراجل بتاع المشتل اما ان هو كسلان او بخيل، كسلان يرش ويعمل برنامج مكافحة محترم، او بخيل مش عايز يصرف على الشتلات عشان هامش الربح بتاعه، مع ان الربح بتاعه عالي، هامش الربح بتاعه يكون عالي، فبالتالي مش عايز يغرم نفسه ويجيب اي مبيد او يعمل كل يومين ثلاثة عملية رش لمبيد معين باختلافها، بحيث ان هو ما يظهرش عنده على الشتلات بتاعته. تمام، قد تنتقل الإصابة يا جماعة بالنسبة للجماعة بتوع البيوت المحمية عن طريق المقص ده هو اللي بيستخدمه العامل في عملية التربية. قد ينقل إصبع العامل ده هو إذا ما لبشت القفاز ده هو، بيضغط بيشيل الأفرع الجانبية بإيديه، فالعصارة بتيجي على إيديه، بيروح يفعص نفسه في نفس العصارة في نبات تاني بيفعص، فبالتالي بيحصل عنده مشكلة في إن هو بينقل العدوى وهو لا يدري. طب المطلوب إيه؟ المطلوب من المهندس المحترم اللي واقف يجي الصبح على العمال وهي داخلة المقصات بتاعتهم دهيت، بحطها في كلور مركز التركيز بتاعه عالي شوية. تمام، وبلبس العامل القفاز. طيب اذا نقل كمان، يعني انا بقول كل ساعه حاول على اخر اول البيت من هنا حط لك قدر او سطل فيه كلور، وفي الاخر برضو حط سطل فيه كلور، والعامل يطلع من هنا يغطس، يطلع من هنا يغطس، دي حاجه يغطسه في الكلور المقص ده. تمام، اذا نقل من بيت لبيت لابد ان هو برضو يحط المقص ده هو دقيقتين ولا حاجه في الكلور، مش هيحصل له اي مشكله. لازم يلبس القفاز ده هو، واذا انتهى من العمل في البيت ده هو رايح البيت التاني يخلع ده يرميه خالص ويلبس قفاز غيره. تمام، دي من الحاجات الاحترازية اللي المفروض بناخدها علشان ما يحصليش مشكلة بالنسبة لانتقال الفيروس من نبات مصاب إلى نبات غير مصاب. تمام، لأن الذبابة البيضة بتيجي على النبات ده هو فرضا هو مش مصاب، بس أنا بقول يعني النبات ده هو مصاب، بتيجي الذبابة البيضة تحط الممص بتاعها أو الإبرة بتاعتها هنا، بتاخد الفيروس من العصارة النباتية الموجودة في الورقة. تمام، بيتحضن الفيروس في جسم الحشرة وبيتنقل معانا لحد ما بتحط هي على النبات التاني. تمام، فبتحط الإبرة بتاعتها أو الممص، فبتحصل العدوى نتيجة الفيروس الموجود في جسم الحشرة، إذا كانت ذبابة البيضة وهي العائل ناقل الأول ليه، وإذا كان بعض الثقيبة المصة التانية زي التريبس والجسد والمن، بس دول بيكونوا ضعاف جدا، ولكن الذبابة البيضة بتكون سريعة جدا. في العروة الخريفية بتكون نشيطة جدا، دورة الحياة بتاعتها بتكون قصيرة، لأن الجو بيكون حر، وكل ما كان الجو حر كل ما كان المعدل بتختزل الفترة بتاعة دورة حياة الحشرة. تمام، فدي ناخد بالنا منها قوي. طيب العامل الداخل البيت المحمي اللي هو بيستخدم المقص ده هو،
قبل ما تحط المقص بص للنبات، هل النبات ده سليم ولا مش سليم؟ النبات لو مش سليم لازم حضرتك على طول لو ما تعرفتش عليه تنده للمهندس، لو ما تعرفش المهندس يا ريت تحطه تحت عربية وتريحنا منه، تمام؟ لو ما تعرفش على المرض ده تقول له هل النبات ده سليم؟ لو سليم ماشي، لو مش سليم ما تحطش المقص بتاعك، ما تضربوش فيه، ابعد بعيد عنه خالص، ده جربة، ده مصيبة، ده إيدز، تمام؟ ابعد عنه، ما تدخلش المقص بتاعك على النبات وشيله كده، حطه في كيس واطلع بره ارميه. عندي السنة اللي فاتت بيت 7500 نبات، مطلع منه 250 نبات، ما مش عيب، طلعت 250 نبات بس خلص الموسم معايا في البيت وهو ما فيهوش إصابة واحدة، عامل محترم مثقف عنده نظر بيفهم، وفي عمال ما شاء الله أحسن من المهندسين كمان، يعني تداخد العامل ده هو يا ابني الوضع ده هو لو لقيته شيل، ما تقوليش شيل، حطه في كيس، اطلع برة احرق على طول. على مدار 60 يوم الأولانيين مطلع 250 نبات، كملت البيت وهو ما فيهوش إصابة واحدة. ليه؟ والإنتاجية ما شاء الله كانت محترمة. ليه كانت محترمة رغم أن طلعت 250 نبات؟ لأن أنا والنبات ده هو صغير، أدا واحد اتنين، أدا نبات أهو أهو نبات، أدا اتنين، أدا تلاتة، أدا أربعة. لو لا قدر الله حصل وشلت ده هو هفسح المجال للشمس تدخل وهوا والدنيا، ومش هتبقى فيه منافسة على الغذاء ولا على المية ولا أي حاجة، فالثلاث نباتات دول إن شاء الله يعوضوا لي النبات اللي أنا قلعته. طب لو سبته؟ لا، ده النهاردة فيه خمس حشرات حطوا على هنا، بكرة هيحطوا على خمس نباتات تانيين هيخربوا لي بيت الدنيا، إذن فأنا نشيله، ده كارثة من كوارث الزمن، تمام؟ دي قلنا المصادر بتاعة العدوى اللي ممكن تحصل. طب مطلوب من الراجل المشتل، الراجل بتاع المشتل يطلع الشتلة سليم. الإصابة المبكرة لو حصلت قبل 25 يوم من حضرتك يا بتاع المشتل، والمفروض انت تدفع تكلفة المحصول كله عشان تتأدب بعد كده وتطلع حاجة محترمة، تمام؟ تتأدب بعد كده وتطلع حاجة محترمة، المفروض تشيل حتى المحصول، يعني هنقول البيت ده يطلع له 70 طن، هحسبه مثلا في جنيه أو 2 جنيه، هتشيله غصب عنك، غصب عنك وأنت صاغر، هتشيل التكلفة دي بحالها. ليه ما انتش قد المشتل؟ يبقى تحترم نفسك وتقعد في البيت، ما تفتحش مشتل، تمام؟ الناس هتزعل، اخبط دماغك في الحيطة. ايوه سيدنا عمر كان يقول يا حق ما ابقيت لي صاحب، كل ما يقول الحق الناس مش عاجبها الحق، لا ده الحق، سويت انت ابيت ام رضيت ده الحق، اخبط دماغك في احسن عمود خرسانه. بس الاسلوب شرب بس ده لازم عشان نحط نفسنا على الطريق الصحيح. الاصابه لو حصلت قبل 25 يوم حضرتك تحاسب على المشاريب كلها، ومش تحاسب على المشاريب بس، لا ده على القهوه واللي فيها كمان تحاسب، واللي معدي في الشارع يشرب مشاريب على حسابك، وفضايحك المفروض تبقى على الانترنت كله، لان انت ما انتش قادر تحمي نبات 25 يوم تبقى تضربك عربيه ولا يدوسك قطر افضل لك، تمام؟ ده المشتل لو حصلت اصابه مبكره تبقى من المشتل 25 يوم، بل فيه ناس ذهبت لل 30 يوم، 30 يوم تبقى الاصابه من المشتل، تمام؟ بعد كده الاصابه اللي ممكن تحصل لي في اللي بره هتحصل بعد الفترة ده هي، تمام؟ من أول أنا ما حطيت حصل بقى ذبابة بيضة جت تطفلت ونقلت العدوى، مفيش أي مشكلة خلاص، أنت بقى إيه يا صاحب الأرض. الناس بتقول والكتب بتقول الإصابة المتأخرة اللي هي تحصل في الأراضي المستديمة مش هتبقى كتيرة، نسبتها 20%، لا أنا بقول لك قد تصل ل50%، قد تصل ل50%، وشفت بعيني، ما حدش قال لي أي حاجة من الحاجات دي، شفتها بعيني إصابات وصلت ل50%. طيب عشان احد من القصه ديت بقى في الارض المستديمه اختار الصنف المقاوم للذبابه البيضاء، اختار الصنف المقاوم للفيروس هوت، في اصناف اساسا مقاومه وموجوده كتير وفي كل البلاد، مش هقول اصناف معينه ولكن لك على سبيل المثال، مش هقول عشان انا ما بدعيش لاي شركه، في اصناف مقاومه للذبابه البيضاء، بتختار صنف محترم مقاوم للذبابه البيضاء. التسميد الازوتي بتاعك حضرتك يا ريت ما تزودهوش زياده عن اللازم. ليه يا زول؟ لان التسميد الازوتي هيعمل لي النبات غض، تمام؟ نبات لو هو غض عصيري رخو، الذبابه البيضاء هتحط المقص بتاعها والابره هتلاقي سهوله في العمليه دي. الورقه لو ناشفه وبرنامج التسميد ماشي كويس، اللي هينشف لي الورقه ايه؟ رشه فوسفور عالي،
رشة فوسفور عالية هتخليه لك. يعني البي بتاع المشتل ده لو حب يخش بالشتلة على 20 يوم بس هتبص له يرش لك شوية سوبر فوسفات دوبهم شوية ما ورشهم تلاقي الشتلة الصبح زي الخشب. بس لما بتنزل الأرض ما بتشتغلش. حتى أنا فاقسك وعارف أنت بتعمل إيه، عارف والله أنت بتعمل إيه. هتجيب شوية سوبر وتحطهم 5 كيلو سوبر في 100 لتر مية وتاخد المنقوع بتاعهم الصبح وترش بيه الشتلة، الشتلة بقت خشبة. يجي ينزلها المزارع هيلاقيها زي اللي معمول لها سحر، ما يفكش السحر إلا اللي عمل السحر. يعني فدي غير كده بقى مش هيبقى لنا غير ان احنا ندخل بقى يا جماعة في عملية الكيماويات والمكافحة الكيميائية. المكافحة الكيميائية واللي هي تختصر في ان انا بعمل برنامج مكافحة كويس. اعتقد اللي هو عنده توتا ابسوليوتا مش محتاج يعمل برنامج تسميق رش او مكافحه للذباب البيضاء، لان الذباب البيضاء جنب التوتا ابسوليوتا طبعا حاجه لا تذكر. الذباب البيضاء يا جماعه ممكن شويه مبيدات بسيطه زي اللمباضه بنرشها على طول، الادمير الادميرال، الادميرال مهم جدا لانه مانع انسلاخ، بوقف الحشرة على الطور اللي هي فيه لو بيضة ما تفقس لو، وهكذا يعني بيعمل عملية عدم انسلاخ. بندخل الماتش برضو بيعمل عملية عدم انسلاخ. بندخل استنبرايد كلورابرايد، ندخل الالفا مسرين، كل الحاجات ده هي من شأنها لو كل يومين والتالت رشيت رشة يستحيل يظهر عندك الذبابة البيضة. ويا حبذا لو الرش بتاع حضرتك كان بالموتور الصغير اللي هو مش هيكلفك مبيدات كبيرة، اللي هو السفر الإيطالي مش هيكلفك مبيدات كبيرة وكتيرة، وبالتالي هتبقى هيقلب لك النبات كويس، وخصوصا يعني لو وصل لمرحلة متقدمة بتقل الإصابة يا جماعة. كلما اتجه النبات لمرحلة الجمع بتقل الإصابة، لأن النبات بيبقى ابتدى ينشف وابتدى يحمل. حتى الإصابة لو حصلت متأخرة خالص بقى ديت في مرحلة الجمع ما بتكونش ذو أهمية كبيرة، لأن تقريبا أنا حصلت على 70-80% من المحصول بتاعي. بشكركم، وأي سؤال تحت أمركم بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتوع المشاتل يحذركم.